السلام عليكم. جميع الظروف الملائمة لضمان إقامة مريحة وفرت لفرق المجموعة الثالثة، والعينة من الخروب أين يقيم فريقي غانا ومدغشقر. رانا وفرنا لهم كل شروط الإيواء والإطعام وراهم في قابل. ارتياح كبير لمسناه لدى اللاعبين والأطقم الفنية بالخدمات المقدمة. منذ وصولنا إلى قسنطينة وجدنا ظروف الإقامة جد مريحة، وأنا سعيد بالخدمات المقدمة على مستوى الفندق. أولا أود أن أشكر كل عمال الفندق، وبخصوص الخدمات المقدمة كل شيء موجود وعلى مستوى عالي. حظينا باستقبال حار منذ وصولنا إلى قسنطينة. نحن في أحسن الظروف، الفندق جميل، كل المتطلبات وجدناها، وأنا كصحفي حتى شروط عملنا جيدة. هذا وستستضيف قسنطينة وفدا جديدا في مباراة الربع النهائي، سيستفيد من نفس الخدمات الراقية التي تقدم.